نبدأ بالخبر الأول. بصي معايا كده على الشاشة، هنشوف الخبر الأول. مع القبلة والميو وما فيش سينما نظيفة وأخرى سيئة. مظبوط. أنا دي مع ابتسام غنيم. اه غنيم صديقتنا كمان ابتسام. ومع دكتور هراتش. دكتور هراتش صح، بيروت. لا هو كلمني النهارده وقال لي انا جاي مصر مش عايزه حاجه. قلت له لا سلامتك. قال لي انا عايز محشي حواوشي. قلت له انت من امبابه مش من بيروت يا دكتور. صديقي قوي. صديقنا دكتور هراتش. ده اللقاء اللي صرحت فيه في الموضوع ده واخذنا منه العنوان. القبله مقبوله وما فيش حاجه اسمها سينما نظيفه وسينما سيئه. احنا فتحنا عينينا ان احنا بنحب السينما وده تمثيل. يعني ايه نظيفه ومش نظيفه؟ ده ان كان بيدل دلوقتي على حاجه، بيدل على ايه؟ رفض الناس للقبله، رفض الناس للميو، التشدد اللي حاصل ده بيدل على ايه؟ على انه ناس ارهابيين جم واتزرعوا وناس بتديهم فلوس، هما مش تدين، هما واخدينها شغله يكسبوا منها. لا ده حرام ده حلال ده كلام فاضي، انما الحمد لله يعني ربنا نصرنا عليهم وعرف الرئيس بتاعنا يوقفهم عند حدهم. بس الفكر الغيب دلوقتي موجود. يعني احنا اذا بتتفرجي على السوشيال ميديا وبتشوفي ست تنزل صوره ليها بميو او مشاهد ساخنه، الناس يعني ما بقتش بتتقبلها زي الاول. يعني بنلاقي ضجه ومحاربه للموضوع، لان الاخوان دول عايشين تحت الارض ما بينتهوش، فدايما فكرهم بشوشر. يعني عندهم الماكينات. قصدك شغالين. يعني انا مره شفت القناه بتاعتهم، لقيت الكبير بتاعهم ده قاعد يقول احنا هنعمل وهنعمل، ومحمد علي ومش عارفه مين تاني ومين تاني. لا شغالين. بس ربنا ان شاء الله بينصرنا. انت نشيطه على السوشيال ميديا؟ مش قوي. فين اكتر؟ على الفيسبوك مثلا؟ الفيس، بفتح الفيس بشوف الاخبار. عندك حساب خاص لك برضو؟ لا ما بتنزليش حاجه ليكي؟ لا ما بنزلش. انا صديقاتي اللي بينزلوا لي او شغلي، يعني المسرح. مثلا اعمل مسلسل، هم اللي بيتكلموا عني. بتقري التعليقات احيانا؟ في حاجات بتضايقك؟ مش قوي. لأن الواحد طول ما عايش هيسمع كلمة حلوة هيسمع كلمة مش حلوة، يعني عادي كأني ما سمعتش. كأني اتعودتي نفسك على كده. صح؟ لأن جوزوني كتير. يعني جوزوني أكتر من واحد وجوزوا، وده ما حصلش، فخلاص الأشعة بتطلع بعدين بتموت. ما بترديش؟ دي مدرستك؟ لا يعني خلاص ما بقتش ارد. كنت زمان بزعل وعيط ومش عارفه ايه، خلاص دلوقتي بطنش. احلى حاجه قطتنيش. طيب كمان بالتصريحات لإلك بتقولي انه انا ممكن دلوقتي ادي دور الام، ادي دور الجده. بس اللي بيحصل النهارده بيتقدم لي ادوار هايفه. فعلا. مش بعد ليه؟ ما كان الواحد بيعمل ادوار حلوه، مع ان الجراندات لازم يكتب لهم ادوار. طيب ايه اللي بيحصل يعني؟ ده للمؤلفين المفروض الجراند. يعني مثلا انا عملت دور بطوله مع عبد الله غيث الله يرحمه، الفلاحه، رغم ان انا كان بيقول عليا خواجايه. اخدت فيه جايزه، وسكينه فؤاد عملت لي غلاف على الاذاعه. يعني لازم الكاتب يكتب للجراندات، للامهات والابهات، مش كله للفيديت الصغيره. أني ادوار بتتعرض عليك مثلا؟ قلتي الادوار الهايفه زي ايه يعني؟ يعني مثلا اجي مثلا صاحبه صديقه حد بتاع. لا يعني انا يهمني مش الطول، مش مساله، مش مساحه الدور. لا ايجابيه الدور. واللي بيتعرض عليك دلوقتي يعني صديقة العائلة، حاجة زي كده يعني؟ يعني والأم اللي مش أكتف والحاجات دي. فبقول لا بلاش أضيع تاريخي. إنما لما بيجي دور حلو بقبله. يعني أنا عندي عرض من الدكتور عمرو الدوارة
على قمر ملكة الغجر، عجبني جدا 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 في مسرحية. عملت قبل كده دور حلو قوي، صبيان وبنات 30 حلقة. حلو. الحمى بتاعت أحمد عبد العزيز بجننه. زمن الحلم الضائع كان دور، وعملوا لي يعني حتى جايزة. يعني عم تشتغلي تشتغلي دلوقتي؟ بس إيه الحاجات الحلوة. يعني المسرحية اللي أنا بعملها أنا أول اسم وتاني سنة وأرش كومبلي. تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني عم أكبر يعني اسم. طيب عم يتخلك فلوس؟ كما يجب. شوفي الدور الحلو يهمني أكثر من الفلوس. طيب وتعيش إزاي؟ لا الحمد لله عايشة. يعني ده فترة كنت متجوزة اللي هو الجيش الله يرحمه، فكان عندي عربية وشقة غير بيت ماما. فقال لي يعني بتدفعي جراج كذا، واحنا عندنا عربيتين، مفيش لزوم، مفيش لزوم للبيت اللي فيه، بيت مامتك اكبر واوسع مساحه. فبعت العربيه وبعت الشقه بتاعتي وحطيتهم في البنك بيجيبوا وديعه كل شهر. جالي شغل اهلا بيه، ما جاليش شغل انا متغطيه الحمد لله من الوديعه الموجوده، يعني مأمنه.